مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا وسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطعنة الأبناء جدنا بهالزمن، للأسف عشنا خيانة للوطن. الله من طعن القريب، الله لو خان الصديق، الله من غدر ترابك اللي خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. كاننا كل المحل، للأسف عشنا خيانة للوطن. مكساها طعنات الكريم، مكسا خيانات الصديق. من خاني صغر وأكبر من اللي تغذى بالفضايح، الوطن اللي محتمي بالله وأكبر، يقدر الغادر وهو دايم يسار. لا ما يهزك يا وطن لي يطعنون، الصغير الصغير والخاين يخون. عاش بالدنيا وهو حي اندفن، للأسف عشنا خيانة للوطن. لبنا هم ذخر وسند، شنقول لو خان الولد. لبنا هم ذخر وسند، شنقول لو خان الولد. دارنا متوحدة شعب وقيادة، نتذكر للوطن ما Oh,
المحن قدم روحه شهيدا مخلصا بلا ثمن أسس الدعوة يقينا بالله المحن قدم روحه شهيدا مخلصا بلا ثمن لا تسلي من بناه إنه المن حسسا لا تسلي من بناه إنه المن حسسا حينما لا تنادي أي عيل للجهاد شمروا على السواعد الصليب للجهاد حينما لا تنادي أي عيل للجهاد بعد ما اكتملت عندنا كل الأدلة اللي تثبت تورط التنظيم السري للإخوان المسلمين في التخطيط للاستيلاء على الحكم والإضرار بالسلم الاجتماعي، أمرنا بإلقاء القبض على كبار قادة التنظيم. الليلة بيتم التحرك، وللحفاظ على سرية هذه المهمة وضمان تنفيذها بكل دقة ونجاح وبعيداً عن الضجة وبعيداً عن الإثارة، تجنبنا إلقاء القبض على المطلوبين لا في مكاتبهم ولا حتى في الأماكن العامة، وعليه تم تحديد ساعة الصفر بعد ما أكدت لنا تحرياتنا وجودهم بنفس التوقيت في منازلهم، باستثناء شخص واحد فقط بيتواجد في مزرعته الليلة، وعلى هذا الأساس ما راح يتم مداهمة أي بيت وأي منزل إلا بعد ما تأكد لنا فرقة المراقبة دخول الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه بيته. احتمال تواجهكم استثناءات خطيرة أثناء المداهمة وإلقاء القبض عليهم، يجب عليكم أنكم تتعاملون معها بحرص وحزم وذكاء وسرعة. الأهم من هذا كله، يجب إلقاء القبض عليهم كلهم الليلة من الحين بدأت ساعة الصفر. الله يوفقكم.
صدقني يا يدو، إذا أبوي وصل وشافه بيحرق البيت باللي فيه. منو هذا يستاهل أبوك يحرق البيت علشان يا معاد؟ شبلاكم واقفين كذي؟ تكلموا؟ طلبتك يا أمي. عمري يا أمي، ركبتي السدال. أخوك ناجي اتصل فيني، قطع قلبي من كثر نصياح، يبي البيت يشوفني. يخسي له، يخسي يا أمي. شو بيطهر هذا البيت عقب ما يدوس بريوله؟ بترد امك؟ يا امي ما ردت. انت اوامرك على عيني وعلى راسي، بس ما في المعصيه يا امي. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. في شو بعصي ربي ولا بعصيه عليك؟ لاني بشوف ولدي. امي بتدخلين واحد فاسق فاجر في بيت طاهر؟ هذه ما معصيه رب العالمين يا امي. الهادي ربك، يمكن إذا دخل البيوت الطاهر على قولتك تصلح حاله وانت تاخذ الأجر والثواب. أنا عندي استعداد، عندي استعداد أمي، أسوي معروف في الكلاب واخذ من وراهم الأجر والثواب. لكن هو لا، وألف لا يا أمي. أنت نسيت ايش سوى فيني؟ مبهور راح عند الكلاب وهد أخوه، نسيتي؟ تخيلك يا أمي، إذا مو علشان أمك اللي ما تنام الليل متشفقة على شوفته. حلفتك بكتاب الله اللي في صدري، لا تجسي قلبك عليه وعلي. أنا ما عندي أخو يا أمي، أنا شهدت الله وعباده أني بري مني ليوم الدين. معذور يا أمي، أنا ما أقدر أجبرك على شيء أنت ما تبيه. في الآخر هذا بيتك وأنا مالي كلمة فيه ولا عليه. وإذا أنت يا أمي ما تبي أخوك ومتبري منه، أنا بطلع في الشارع، في الشارع قدام البيت وبشوفه. لا يا أمي، اسمحي لي عاد ولا تزعلين. لا أنت بتطلعين من هذا البيت ولا هو بيدخله. ومليون مرة قلت لك يا أمي، انسي إن عندك ولد. أنت ما عندك غير ولد واحد، هذا اللي يالك قدامك. حبيبتي تستاهلين. شفتي مثل ما وفيتي بوعدك وطلعتي الاولى على صفك هالسنه، انا بعد وفيت بوعدي وجبت لك كل الهدايا اللي طلبتيهم، وابغيك السنه الجايه تطلعين الاولى على مدرستك كلها وبس على صفك. ان شاء الله خالو، اوعك ما يصير فالك الا طيب. حبيبتي الله يوفقك يا رب. بديت روحك امي. اسمعي امي، تعشوا ونحب نسير عند يدك شويه، يوم بتقطعون الكيك زقولنا. اوكي مام. ردينا على اوكي مام. توك تزينك تقولي حق خالتك ايمان ان شاء الله خالوه مسرعك غيرت الموجه. انت الحين هديت كل الحكي ولقطت اوكي مام، بنتك صار لها ساعه تسولف مشفر ولا كلمه عربي. يلا يا جماعه خلونا ندخل. زين امي، دير بالك على عمرك واستانسوا وتعشوا، وبغيتي شيء زقريني. ان شاء الله امي. ها الحكي لك يا جاره. يلا 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 يلا, يلا تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حق تاخرت هالكثر؟ هذه طلعتكم الصبح. يعني شو الجديد يا ابتسام؟ شغلنا وانت تعرفينا، نعرف متى نطلع بس ما نعرف متى نرجع. بس انا كل شغلي متوقف، ما قدرت اخلص تقريرنا حق اجتماع باكر. ليش ان شاء الله؟ لان اهم جزء في التقرير معتمد على شغل الاخت جميله وهي خلصته، بس انت محرص علينا ان احنا ما نتبادل ايميلات خلال هالايام في هالامور. تقريبا هي من 3 ساعات شي طرشت لي ايميل قالت لي ان العشاء جاهز، خلي احد ياخذه، وانا قاعده اترياك عشان تروح تجيب لي الفلاش عشان اقدر اخلص التقرير، لان انت تعرف لا انا اقدر اروح لها ولا هي تقدر تجيني،
مو بهذه تعليماتك للجميع ان انت الشخص الوحيد اللي بتكون الهمزه الوصل من بيننا؟ اي نعم، وهالموضوع ما في اي تهاون. انكم تتاخرون في شغلكم شوي، وايد اسلم من انكم تثيرون الشبهات حواليكم. هالموضوع اكدت عليه دائما. اما بالنسبه لي انا فما علي خوف، انا صارت عندي خبره وقادر انا ابعد العيون عني وعن تحركاتي وين ما صرت وين ما جيت. بس انت تعرف الشغل زاد هالايام، وهم بعد اجتماعاتنا زادت، وهذا كله يتطلب منا تقارير تفصيليه، يعني لازم تبادل زيارات، تبادل معلومات، وانت الله يهديك مضيق علينا ومقيد تحركاتنا كلنا. ابتسام، بزيد وبعيد، الحذر واجب. احنا قبل كنا نعمل 1000 حساب لكل خطوه من تحركاتنا، كنا حريصين اكثر، لكن انا شايف ان في الفتره الاخيره الكل تخلى عن الحذر وهذا خطر علينا. عشان كذي الشده والحزم مطلوبين في تنفيذ الاوامر والتعليمات، ومن اليوم وساير السريه ثم السريه حتى في النفس اللي نتنفسه. ان شاء الله. انت الحين بس روح لبيت الاخت جميله، جيب لي الفلاش ممري خليني الحق اخلص التقرير. قبل لا اروح طمنيني اول شيء، شو ترتيبات اجتماع باكر؟ نفذنا كل تعليماتك ولغينا فكره اجتماعنا في سويت العروس في الفندق عقب ما ينزلون هالقاعه. هذا اكبر دليل على كلامي، انتوا تخليتوا على الحذر. معقول لك انتوا بتجتمعون في الفندق؟ حتى لو كان عرس، انت ما تعرفين ان الفندق هذا فيه كاميرات في كل مكان، وبعدين يرستكم في سويت العروس عقب ما تنزل ما لها اي معنى، هذه ممكن تثير الشكوك والشبهات حواليكم. احنا سوينا اللي امرتنا فيه والتزمنا بخطتك، وبنستغل سالفه العرس للتمويه، واتفقنا مع ام العروس انها تجيب الكوافيره والمكيره على البيت وتلغي سالفه السويت، وبتخلي خوات العروس وخوات المعرس يجابلونها، واحنا ان شاء الله بنجتمع في المجلس اللي برا. وين زين؟ زين، والكاميرا اللي طلبت منكم انكم تتركبونها عشان تكشف الحوش وتأمن اجتماعكم؟ تركبت وتجربت. كفو عليكم، انا كذي اطمنت. اللي اقول لك وين اليهال؟ اليهال وديتهم بيت امي هم والخدامه، وافكر بعد اغيبهم باكر، تعرف ابي اتفرغ لتقريرنا الليله واجتماعنا باكر. زين سويتي، انا الحين بسيب الجميله، انت طرشي لها ايميل ولا تذهب الاشياء. ان شاء الله. يلا. فاتح سيارتك. ليش صاير؟ مصيبه يا ابتسام، سيارات الشرطه واقفه برا، سيارات غريبه اول مره اشوفها، ما ادري هذيلا من الداخليه ولا من امن الدوله. امن الدوله؟ انزين ليش بتسوي الحين؟ انت يا بنت تلبسين الحين تطلعينهم برا واخليهم قد ما تقدرين اللي ما اعرف اشرد، ترى عاد يكسرون الباب يدخلون بسرعه. انزين لحظه موبايلك. انزين ايش قال بتواصل معاه؟ بلاقي طريقه بسرعه.
انت يوسف يعقوب يوسف؟ ايه. احنا من الدولة وعندنا امر من النيابة بتفتيش بيتك وسيارتك والغاء القبض عليك. قبضتنا سيدي. علم كفو عليكم. منو عند الباب؟ أظن يوسف قالكم منو قبل لا يشرد. ما دام تعرفون إن يوسف شرد، إيش حق تبوني أفتح لكم الباب؟ افتحي الباب أختي. لا تضطرين لإجراءات ثانية. ما نبغى نزعج الجيران اللي حواليكم. هذيلا ما لهم ذنب. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام. أنت ابتسام زوجة يوسف يعقوب يوسف؟ هي نعم. نحن من أمن الدولة. عندنا أمر من النيابة بتفتيش البيت وإلقاء القبض على زوجة يوسف. بس أنتوا تعرفون إن يوسف مو بهني. الظاهر إن رايلت كان حاسب حساب لها اليوم. بس أنا طمنت إن الشباب ألقوا القبض عليه. في غيرك في البيت؟ لا. البنات بيدخلون وياك. دخلوا وياها. نحن شوي بنلحقكم. تفضلي. يا زينك ويا زين سوالفك يا عمي خلا. انا اشهد انه ما يمل منها. الود ودي اجاب لك 24 ساعة، ما اخليك دقيقة واحدة. وانت بس سكتين يا ايمان؟ هاكو ريلك يقول لك بيحط لك شريكة يقابلها 24 ساعة. كانك انت الشريكة يا عمي، انا مستعد احطك في عيون الثنتين. وادري عني. الحمد لله اني ريال ما طلعت حرمة، ولا بتعقدين علي وبتزغدين المبلغ. اللي بسألكم، منال ما طالع العام الأولى؟ هي نعم طالع منك. هل ايش حقه مسوي لهم اليوم حفلة في المدرسة؟ ولا مدرستهم تمشي على الديزل. عمي نظام مدرستهم كذا، يكرمون المتفوقين اول العام الدراسي وتوهم مداومين. عاد اليوم مسوي لهم حفله في مدرسه منال. قومي يا منال عزمي ربيعاتك وسوي حفله عندنا هني في الحديقه. الحين المدرسه تكرمهم وانتم تعذبونهم. كيف يعني نعذبهم؟ حرمتكم ما سويت لهم حفله برا؟ ما تخافون الله. الحين الجو ما ينطق حر ورطوبه. كان سويتوا حفلتهم داخل البيت ما شاء الله ايش كبره، قصر بدل الصاله 10. يا امي لو هن وحده وهنتين براين، بس ما شاء الله ايش كثرن الله يحفظن حق اهلن. قلنا يا ابوي خلي يسوون الحفله برا ان يزعجونك ويغثونك. اه جالكم كلامي الحين، قلت لكم خلون البيت كافي خير وشر. لزمتوا علي اجي معكم. الحين اشتاف انا اللي غاثنكم ومضيق عليكم. والله ما غثتك محلاها على قلوبنا عسل، ولا حصلت لك علثة تتعلث؟ هي نعم تعلث. النحاس اللي فيك وفي ريلك ما شفت عند حد. كان خليتوا من البيت ايش تبون فيه؟ يمكن تحت راسي شيء. انزين طويل العمر شو تحت راسك؟ نبغى نعرف. يمكن ابغي اتشبه واعرس انتم شو فيكم؟ البنات او يسلم عليك ويبارك لك. هي بس البنات بعدهم ما تستانسوا، تو الحفله باديه. اختصر خبره، خلي البنات شويه ان شاء الله. بس قول الصدق عمي خلف، الحين حفلات منال واخوها مايد في البيت ما شاء الله ما توقف، هذا غير عزايم اليازيه. كل هذا ما يغثك او يضايقك؟
لا يا بويت، ما أحلاها على قلبي هذه الحفلات، فيها فرحتهم وناستهم، وأنا إذا تغثيت وضايقت بضايقهم وبعكر مزاجهم وبكسر قلوبهم، ومنها بستأثم ومنها بخسر الأجر والثواب. يا بنتي ديننا حتى دايم نزرع الفرح والسرور في قلوب الناس، هو بس كذا رب العالمين يدفع لنا مقابل هالشيء. الحين رجلك لا دخل عليك البيت وهو مبتسم وقال لك كلمتين طيبات، ما بيدخل الفرح والسرور على قلبك؟ لا، في بعض الحالات يدفع لك 3 مرات، ورب العالمين بيحسب له صدقه وبيدفع له مقابلها حسنات. وربنا سبحانه يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنت الحين يا بنتي لو جاك الفقير المحتاج وفكيت ضيقته ما بيفرح ويستانس، ربنا بيعطيك صدقة هذه واحدة، وبيرد لك بدال الصدقة اللي صدقته بيها أضعاف مضاعفة، وهاي الثانية، وبيفرحك بكل اللي أعطاك إياه مثل ما فرحت غيرك، وهاي الثالثة. ما كني جلبت خطبة جمعة؟ تراك خطيبنا وإمامنا يا عمي. هذا قبل يا سعود يا ولدي، لكن الحين تبص صدق ما أصدق أشوف جمع حوالي قمت وخطبت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني 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 ثاني، شو بلا ثاني؟ شو مستوي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، من انتو؟ نحن من أمن الدولة. أمن دولة؟ عسى ما شر. عندنا أمر بالنيابة بالتفتيش. تفتيش البيت يا أخوي، أنت عارف هذا بيت منو؟ هي نعم أعرف. البيت هذا له كل معزة واحترام وتقدير، له ولصاحبه الله يرحمه ويغفر له. بس للأسف نحن مضطرين. مضطرين لشنو؟ أنت ما خليتني أكمل كلامي. نحن عندنا أمر بتفتيش هالبيت وإلقاء القبض على ثاني خلف بن ثاني اللي ساكن في هذا البيت. ثاني مطلوب لأمن الدولة، ليش؟ شنو قضيته؟ شو مسوي؟ الموضوع هذا بتعرفه في وقته. أرجوك تقدر موقفي وتجاوبني على سؤالي. اللي جاي تقبض عليه هذا نسيبي زوج أختي، والبيت اللي عندك أمر تفتشه بيت أبوي مايد بن ناصر اللي الناس تحلف باسمه. ثاني واحد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين. إخوان مسلمين؟ ثاني؟ اسمح لنا يا أخوي سعود، ما كان ودنا نقبض عليه وموجود في هالبيت، بس تحرياتنا أكدت أنه يومياً يتواجد في هالبيت ويبات فيه، مش في البيت الثاني. البيت الثاني؟ أي بيت ثاني؟ بيت زوجته الثانية. اليازية، إيمان، شو مستوي؟ اليازية، إيمان، شو مستوي يا برات؟ شو مستوي يا ولدي يا سعود؟ شو براتان؟ شو مسوي؟ خلاص هني دوري في مكتب التلفزيون.
وين مفاتيح الخزنة؟ هالخزنة ما فيها غير ذهب وفلوس. أعطيني مفاتيح الخزنة أنا بفتحها. مفاتيح الخزنة؟ ما أدري وينهم والله ما أعرف. مو بمشكلة، نحن بنعرف إيش قال نفتحها. هاي مفاتيح شو؟ هاي مفاتيح الخزنة اللي ما تعرفين مكانها. افتحي الخزنة لو سمحتي. افتحي الخزنة لو سمحتي. أغراضك في مكانها، بس هذه لا ذهب ولا فلوس، مو بكذي؟ شنو هذا حبيبي؟ أمي قالت لي أعطيك إياه، تبغيش تقرينه. أمك وين؟ أبوي 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 الحق
ايش عندك؟ ناجي، ناجي في الحوش وما خليته يدخل عندكم. في الحوش؟ منو دخلها من الباب؟ هذا اكيد مسوده الوي، طلعت تقط الزباله وتركت الباب مفتوح. انا اللي بدفنه في دراهم الزباله، هذا انا. تعال انا اللي تعال يا امي، تعال يا امي، تعال تعوذ من ابليس، تعال يا امي. صارت فيك المواسي انك تدنس بيتي انت؟ والله والله لو خايف ان دمك النجس ينيس بيتي، هاي كنت قطعتك تقطعي. والله انك ما ضربته، حلفتك بالله تشيل ايدك عني. ليش؟ ليش تحلفين يمه؟ ليش؟ ليش تيودين ايدي عنه؟ ليش؟ دخيلك يا امي، دخيلك قوم عن اخوك، حرام عليك اللي تسوي فيه، مو بزين عليك، ارحم اخوك المكسور توه راجع. راجع من وين امي؟ راجع من وين؟ من الحج ولا من العمره؟ هذا راجع من السجن اللي مثل وجهه مدمن مخدرات. بيتوب، حلف لي في التليفون انه بيتوب. يروح يتوب بعيد عن بيتي يا امي. دخيلك دخيلك، بس عطني دقايق دقايق، ابى احبي دمي وريله وراسه بس عشان ترضى علي. دخيلك بحضنها بغحضنها يلمني ويطهرني وينسيني الايام اللي راحت من حياتي، الايام اللي بدي. احلف لك قبال يوم ما بتشوف رقعه وي في هالبيت طول ما انت عايش. حسيت كلب. دخيلك يا امي، لا تعذب اخوك وتعذبني. بشنو اتشيمك واترجهك؟ كلام رب العالمين وبالوالدين احسان. ما يشفع لي عندك بحليب اللي رضعتك اياه، ما يشفع لي عندك. احب ريولك واحبي يا يما، بس علشان تحنن قلبك علي وعلى اخوك، تحنن قلبك علي وعلى اخوك. هذا الكلب الحقير يا امي ما يستاهل دمعه من عيونك الغاليه، ولا يستاهل كل اللي تسوينه على الشارع. قوم اطلع من بيتي يا الكلب. منو انت؟ علي غانم ابو مصعب. انت منو؟ افتح الباب لو سمحت، نحن من امن الدوله. يا وطن مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا وسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطعنة الأبناء جدنا بهالزمن، للأسف عشنا خيانة للوطن. الله من طعن القريب، الله لو خان الصديق.
كذاب الفضايح الوطن لي محتمي بالله وكبر يقدر الغادر وهو